بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام الحافظ الحجة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحه في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 47 في ناسخه ومنسوخه، وتكلم في هذا النوع على 7 مسائل. الأولى معنى النسخ، وأنه بمعنى الإزالة والتبديل والتحويل والنقل. الثانية أن النسخ خاص بهذه الأمة، يعني ما فيش أمم تانية كان يبقى عندها أحكام وتنسخ لها أحكام أخف أو تنتقل حكم لحكم، لكن أمة النبي فيها هذه الخصوصية. تيسيرا على المكلفين، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الثالثة أنه لا يقع النسخ إلا في الأمور التكليفية، إنما الأحكام القضائية والأخبار ليست فيها نسخ. واضح؟ الرابعة أقسام النسخ، نسخ المأمور به قبل امتثاله، وما نسخ مما كان شرعا لمن قبلنا، وما أمر به لسبب ثم يزول السبب. واتكلمنا على الأنواع دي امبارح، احنا بلخص لك درس امبارح. وقفنا على النوع الخامس أو المسألة الخامسة. قال بعضهم: سور القرآن باعتبار الناسخ والمنسوخ أقسام، قسم ليس فيه ناسخ ولا منسوخ. يعني في سور 43 سورة ما فيهاش لا ناسخ ولا منسوخ، قرآن 114 سورة مش كده؟ عندنا 43 سورة ما فيهاش ناسخ ولا منسوخ، أولها الفاتحة وسورة يوسف وياسين والحجرات والرحمن والحديد والصف والجمعة والتحريم والملك والحاقة ونوح والجن والمرسلات وعمة والنازعات والانفطار وثلاث بعدها اللي هم المطففين والانشقاق والبروج والفجر وما بعدها إلى آخر القرآن إلا التين والعصر والكافرون، اللي هم هيبقى البلد والشمس والليل والضحى والشرح والقلم والقدر والبينة والزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر والهمزة والفيل وقريش والماعون والكوثر والنصر والمسد والإخلاص والمعوذتين الفلق والناس. يبقى كده دول 43 سورة ما فيهاش نسخ. وقسم فيه الناسخ والمنسوخ وهي 25، البقرة وثلاث بعدها، آل عمران، النساء، المائدة، ده الثلاثة اللي بعدها، والحج والنور وتالياها الفرقان والشعراء والأحزاب وسبأ والمؤمن اليغافر والشورى والذاريات والطور والواقعة والمجادلة والمزمل والمدثر وكورت والعصر. تعدهم تلاقيهم 20، بس هو 25، فالخمسة الباقيين جابهم ايه؟ ابن سلامة في كتابه الناسخ والمنسوخ، قال على الخمسة الباقيين الأنفال والتوبة وإبراهيم والكهف ومريم. يبقى هتزود عليهم الأنفال والتوبة وإبراهيم والكهف ومريم عشان تكملهم 25، لأنه يعني 1025 سورة وذكر 20 بس، على أساس تبحث أنت بقى، يعني هو يعني هيريحك خالص مش تعمل حاجة؟ فإيه بحثوا وكتبها مصطفى دي بالبغة في تحقيقه، كتبها في هامشه وجابها من كتاب ابن سلامة. ابن سلامة لو كتب في الناسخ والمنسوخ كملهم إيه بالخمس سور الباقيين دول، اللي هي الأنفال، التوبة، إبراهيم، الكهف، مريم.
في قسم بقى النسخ فقط، فيه النسخ فقط، وهي 6 سور: الفتح والحشر والمنافقون والتغابن والطلاق والأعلى. وقسم فيه المنسوخ فقط وهو 40 الباقية، كذا قال. وفيه نظر يعرف مما سيأتي، لأن حيناقشك. أصل المشكلة إن في بعض العلماء حسبوا المقيد بالنسبة للمطلق اعتبروه منسوخ، ناسخ ومنسوخ، واخد بالك؟ والخاص والعام الذي خص اعتبروه ناسخ ومخسوخ، فهمت؟ وبعض العلماء جابوا بعض الأخبار واعتبروها منسوخ. علشان كده إيه هيقول لك؟ هنناقش المسألة بعد كده، لكن أنت خدها الأول إجمالا، لكن في هذا الموضوع في تفاصيل بقى. وقسم فيه المنسوخ فقط اللي احنا قلناه، وعلشان كده وفيه نظر يعرف مما سيأتي، لأن عدوا بعض الأشياء نسخ وهي ليست نسخ، إما تقييد مطلق أو تخصيص عام، أو تكون متعلقة بالأخبار والأخبار لا نسخ فيها. واضح؟ السادسة قال مكي: الناسخ أقسام، فرض نسخ فرضا، يبقى فرض نسخ فرض، زي الصيام كان مفروض نصوم يوم عاشوراء وثلاث ايام من كل شهر، نسخنا هذا الفرض بصيام رمضان، يبقى نسخ فرض بفرض وبداله. وفي نسخ فرض ينسخ فرض ولا يجوز العمل به بالاول، كنسخ الحبس للزواني بالحد. يبقى النوع الاولاني ده فرض نسخ فرضا ويجوز العمل به زي عاشوراء، ونسخ نسخ فرض بفرض ولا يجوز العمل بالفرض الاول، زي ايه؟ والتي ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يحبسوهم، يعني حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نسخ هذا الحبس بإيه؟ بالجلد، مش كده برضه؟ بالجلد 100، أو الرجم إذا كانت محصنة أو بكر، فهمت؟ زي إيه؟ كنسخ الحبس للزواني بالحد. ورفع بقى موضوع إيه؟ فرضية الحبس. وفرض نسخ فرضا ويجوز العمل بالأول كآية المصابرة وعاشوراء، إن الجيش بتاعنا لو كانوا 100 لهم أن يصابروا أمام 1000 على سبيل العزيمة، ولهم رخصة إنهم يتراجعوا طالما أزيد من ضعفهم، مش كده برضو؟ طب نسخت المصابرة لما ربنا قال إيه؟ قد علم أن فيكم ضعفة، فإياكم منكم 100 صابرة فيغلبوا 200، كان منكم 1000 يغلبوا 2000، يبقى نسخ المصابرة من 1 لـ10 إلى 1 لـ2، مش كده برضو؟ لكن هل لو صابروا من 1 لـ10 يبقى أخطأوا؟ ما أخطأوش، يبقى يظل العمل به بالرغم أنه هو نسخ إلى غيره. يبقى فرض نسخ فرضا ويجوز العمل بالأول، زي قلنا لك آية المصابرة من 1 لـ10 أو 1 لـ2، فهمت؟ والمثال الثاني صيام عاشوراء كان فرضا أولا نسخ لكن نسخت فرضيته، يجوز العمل به لا على الفرضية. وفرض نسخ ندبا كالقتال، الأول كان القتال ندبا ثم صار فرضا، وندب نسخ فرضا كقيام الليل، أول سورة المزمل يقول قم الليل إلا قليل، والأمر للوجوب، وفي الآخر السورة قال إيه؟ قد علم أن فيكم ضعفا، قال لهم في الآخر إيه؟ فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. يبقى نسخ القيام الفرضية وأبقاه نافلة، كويس؟ يبقى ندب نسخ فرضا، فندب قراءة ما تيسر من القرآن في الليل ولو ركعتين،
ولو حتى تقرأ من غير صلاة، وبقى مندوب ونسخ فرضية ايه؟ قيام الليل. السابعة، النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب، ثلاث أنواع. أحدها ما نسخ تلاوته وحكمه معا، وإحنا قلنا أن النوع الأولاني ده أنكره الشيخ عبد الله الصديق الغماري في كتاب ذوق الحلاوة في بيان عدم جواز نسخ التلاوة، رسالة كده بحث، ما وافقش العلماء في المسألة دي، قال له ما فيش أصلا حاجة اسمها إيه نسخ التلاوة دي. فهمت ازاي؟ سماه كتاب ايه البحث بتاعه؟ ذوق الحلاوة في بيان عدم جواز نسخ التلاوة. تشتريها وتقراها، موجودة هناك في الصناديقية في الأزهر، تجيبها رسالة صغيرة كده حوالي 25 صفحة، تقراها وانت قاعد كده مستني الأتوبيس، يعني ما ياخدش منك وقت، لكنها مهمة. لكن على القول بأنه يجوز نسخ التلاوة، ناس عدوها وقالوا ايه؟ ما نسخ تلاوته وحكمه معا. قالت عائشة كان فيما انزل 10 رضعات معلومات، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. وهذا الحديث لو بحثت فيه رواه الامام مسلم صحيح، الا انه شاذ لانه ايه؟ يخالف الصحيح. اولا لم يثبت تلاوة هذه الايات ولو في مرحلة من المراحل، ثانيا ليست فيها طلاوة القرآن، يعني لا تصلح قرآنا، اسلوب كده ما فيهوش شكل القرآن. فاهم؟ وعشان كده الحديث ده ممكن نعده من شواذ الاحاديث. هو الحديث الشاذ؟ الحديث الذي صح اسنادا ولكن خالف ما هو اصح منه. واضح؟ لان عشان يثبت قرآنا لابد ان يثبت تواترا اولا، ثم بعد ذلك يثبت تواترا انه نسخ. واضح؟ لكن لم يثبت تواترا ايه هذه الالفاظ اللي هي ايه؟ 10 رضعات مشبعات محرمات، وبعد كده بقت 5 رضعات محرمات. كلام كده كانه كلام فقهاء مش كلام قران. فهمت بقى؟ وبالتالي لم تثبت قرانيتها، والحديث احاد والاحاد لا يثبت به قران. واضح؟ وبالتالي ادي المناقشه عليه، يعني انت ممكن تناقش برضه. فهمت ازاي؟ وهتلاقي الكلام ده قاله السيد عبد الله في كتابه ايه اللي هو ذوق الحلاوه اللي قلت لك عليه. لو انت عايز تدوق الحلاوه هات كتاب ذوق الحلاوه في بيان عدم جواز نسخ التلاوه، ويجوز قراءته وانت صائم، لا يضر، لان ذوق الحلاوه وانت صائم قد يفطرك. الا الكتاب ده يا اخي ما يفطرش، لان ذوق الحلاوه معنى مش حس. واضح؟ يعني حلاوه الفهم يعني. وقد تكلموا في قوله، زي برضو آية تانية، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة. تنفع دي قرآن؟ يعني هذه الألفاظ دي تنفع قرآن؟ اللي حافظ القرآن وبيقرأ كتير يقول لك لا ده شكله مش قرآن، ده ما ينفعش يبقى قرآن ده. لا، القرآن ليه جرس معين في نفسك تشعر إن ده كلام الله. لكن يقول لك إيه؟ ثبت والشيخ والشيخة فارجمهما البتة، فنسخت التلاوة وبقي الحكم. ما ينفعش. اولا هذا الحديث وان كان صح اسنادا الا انه شاذ، لانه بيثبت قرانيه ما لم يثبت تواترا، ثم ان اسلوبه لا يليق ان يكون اسلوب قران. واضح الكلام؟ وقد تكلموا في قولها وهن مما يقرا. خد بالك ان الحديث ده بتاع 10 رضعات مش ده رواه الشيخان مسلم والبخاري، يبقى ليس كل ما صح يعمل به. يا وهابي، ما الوهابي يقول لك اذا صح الحديث فهو مذهبي. ايوه، اذا خلى من الشذوذ يا وهابي، في شرط ان يخلو من الشذوذ، لكن حديث اذا صح وشذ لا يعمل به. واضح؟ لكن الوهابيه اغبياء، يعمل لك ايه؟ يقول لك الحديث الضعيف يهمل مطلقا، وهذا باطل. لم تهمل الأمة العمل بالحديث الضعيف مطلقا، بل هناك أحاديث كثيرة ضعيفة واستعملوها حتى في الأحكام مش في المناقب ولا في أفعال. وهات كتاب بلوغ المرام للإمام ابن حجر العسقلاني، جمع لك حوالي 600 حديث عليها مدار الأحكام والفقه الإسلامي كله، 50 ل 60% منها ضعيفة، والكتاب بلوغ المرام مشروح،
وموجود في السوق، هاته عشان يقول لك ان الحديث الضعيف لا يعمل به. وبعض العلماء يقول لك لا، يعمل به في المناقب، ما يعملش فيه في الاحكام، كل ده باطل، يعمل به حتى في الاحكام. وقدموا الامام ابو حنيفه قدم الحديث الضعيف على القياس الجلي في الاحكام خلافا للشافعي. شفت قد ايه؟ يبقى الحديث الضعيف يا وهابي يا غبي، اديله على قفاه، لا يهمل مطلقا، بل عملت به الامه قبل ان يولد جد ابوك. فهمت بقى ازاي؟ عشان تعرف ان هم شوشروا على الناس. لا الحديث الضعيف يعمل به مطلقا، ولا الحديث الضعيف يهمل مطلقا، وبالاثنين قال الوهابيه الاغبياء. واضح؟ كل يوم بتتضح لك غباوه وحموريه هؤلاء المجرمين. فهمت ازاي؟ اللي هم ادعوا العلم وشوشروا على الناس وشوشروا على المذاهب. خد بالك، هؤلاء الاجلاف وجب اكتساسهم من ايه؟ من عقول الناس. واجيب بان المراد، اصل الحديث بيقول ايه؟ قال ستنا عائشه بتقول الحديث، شوف شوف قد ايه شاذ، ورواه الشيخان، في اكتر من الشيخان وشاذ لا يعمل به. زي حديث الجاريه، اين الله؟ تشير الى السماء، لا يسال باين اصلا. وكروايه اين الله دي اصلا مختلف فيها ومضطرب، منها من تعبدين. وبالتالي هذا حديث الجاريه اللي جعلوه قاعده عندهم في الاصول، اصول عقائدهم، حديث شاذ لا يستدل به في العقائد ولا في الاحكام. شفت قد ايه جهلهم؟ بس خد بالك، لان ايه تعريف الحديث الصحيح يا حبيبي؟ يا حبيبي ايه تعريف الحديث الصحيح؟ هو ما صح اسنادا باتصال روايه الثقه عن الثقه الى منتهى مع الخلو من الشذوذ والعله. شوف الشرطين الاخرين دول، الخلو عن الشذوذ والعله. ايه هو الشذوذ؟ ان يخالف ما هو صح منه او ما استقر من الاحكام. فهمت بقى ازاي؟ او يخالف ما عليه عقائد المسلمين. وامثلتها كتيره بقى. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد، مش ده عندهم اصل؟ رواه البخاري. طب هات لي كده، هات لي مسجد عند اليهود في قبر نبي، لا يوجد. يبقى خالف الواقع ولا ما خالفش الواقع؟ ده سيدنا موسى اعظم نبي في انبياء بني اسرائيل، اللي بين قبره وبنى عليه مسجد صلاح الدين الايوبي، ويزور المسلمين، ما بيروحهمش اليهود. حتى قبر سيدنا موسى اليهود ما بيروحولهوش. يبقى خالف الواقع ولا ما خالفش الواقع؟ لا يوجد قبر نبي من بني اسرائيل بيعبد من دون الله. والحديث يقول لك اتخذوا قبور انبياء مساجد، يعني عبدوهم من دون الله. والقران يقول انهم كانوا يقتلوا الانبياء ويؤذبهم، فمنين يقتلوهم ومنين يعبدوهم؟ فخالف القران وخالف الواقع. شفت بقى الحديث اللي عاملينه عمده عندهم، تطلع ان هو في الاخر مذهبهم شاذ، قام على الاحاديث الشاذه. شفت بقى؟ فتاخد بالك وصحصح علشان تديله على قفاه وانت قلبك جامد. يبقى لا كلمه الحديث اذا صح مطلقا مذهبي، ولا الحديث الضعيف يهمل مطلقا، والاثنين قالوا بيهم. فهمت بقى ازاي؟ الحديث الشاذ هو الحديث الذي صح اسنادا، يعني قد يكون رواه البخاري ومسلم، الا انه فيه شذوذ وعله. واخد بالك؟ يبقى ده لا يستدل به في الاحكام، ويروى ولا يعمل به، لا في الاحكام ولا في العقائد ولا في حاجه خالص. يتروي كده حكاوي الاهاوي، ولا تبص ليه، ولا يشغلك في حاجه، ولا تكلف خاطرك ترده، لانه مردود بما فيه من شذوذ. واضح الكلام؟ طيب، والحديث المنكر، ايه الفرق بين المنكر والشاذ؟ الاثنين لا يستدل بيهم. الشاذ صح اسنادا وخالف ما هو اصح منه. طب والمنكر؟ ضعيف الاسناد وخالف ما هو اصح منه، يسموه منكر. واضح؟ يبقى فهمت الفرق بين المنكر وبين ايه؟ وبين الشاذ. الشاذ صحيح اسناد خالف ما هو اصح منه. طيب والمنكر؟ ضعيف الاسناد ويخالف ما هو اصح منه. فالحاله دي، لان الضعيف بيستدل بيه احيانا، لكن لو خالف الضعيف ما هو صح منه لا يستدل اصلا ويسميه منكر. واضح؟ طيب الحديث بقى ده العلماء
ايه ما قالوش بشذوذه. حديث ستنا عائشة اللي هي ايه قالت كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات فنسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. ده إشكال، مين اللي قرأه؟ مين اللي قرأه؟ هات لي كده صحابي واحد قرأه. لا لا، لحد ما النبي توفي لسه بيقروها. اه ده في إشكالية كبيرة في الحديث ده، فهمت إزاي؟ إشكالية كبيرة، ما شفناش حد قارئ من الصحابة أصلا قال أنا قريتها، خدت بالك؟ وستنا عائشة في الرواية هنا بتثبت. اه يبقى يبدو ان الحديث ده فيه شذوذ وعلة خفية نسبوا لستنا عائشة ما لم تقل، تحتمل هذا، وسووا الاسناد اسناد مش ساوي تمام بحيث يخيل على واحد جاهل زي الوهابية، لكن ما يخلش على جهابزة الحديث، يعرف لك العلة الخفية والشذوذ في الحديث اول ما يبص عليه يقول لك لا مش حديث. طب ليه؟ ده رجاله كلهم متصلين، ده رواه البخاري، برضه مش حديث. طب ليه؟ لأن بسجية الفقيه المحدث هذا لا يصلح أن يكون حديثا. شفت بقى؟ زي بالظبط الطبيب الماهر. يدخل عليه الإنسان ما بيشتكيش. شكله كده صحيح البني، لكن باين على عينيه صفرة، وباين على جلده إيه؟ لون معين. يدل على انه عنده مرض في الكبد او مرض في الكلى او مرض في لكن هو صحيح ما عندوش الام. يقوم العيان يقول لي ايه للدكتور، هو يقول له انا سليم، ده انا جاي مع مرافق مع مريض، مش هو اللي جاي يكشف. يقوم يلاقي ايه الطبيب يبص للمرافق اللي مش جاي يكشف يقول له على فكره اعمل لي التحليل الفلانيه، انا سليم يا دكتور بقى معلش اعملها لي، ويعملها له ويطلع مريض بحسه الطبي، بالحس الطبي. فهمت بقى ازاي؟ بالرغم ان مفيش شكوى. نفس الحكايه في الحديث. يبقى الحديث كده للي مش فاهم طب الحديث، يعني مش فاهم طب الحديث، اه ده حديث سليم. لكن الخبير يقول لك لا ده في عله. ابحث كده في عله. يقعد يبحث ويحط له اشعاعات ومقطعيات وبتاع، يطلع مريض. يطلع الحديث مريض. شفت بقى؟ عشان كده لا يقول بالشذوذ في الحديث الصحيح إلا جهابذة الحديث. مش الألباني صححوا الألباني، ضعفوا الألباني، واخد بالك؟ دول عالم أغبياء ما يعرفوش حاجة. ده كان يبيع لبن مش يشتغل في الحديث، كان ساعاتي، كان بيصلح ساعات الألباني ده، إيه دخله هو في الحديث؟ فهمت؟ وبقى عمدة عندهم. فهمت؟ شفت الأغبياء يخلوا العمدة بتاعهم ساعاتي، ما عندوش أي خبرة في الحديث، يناقض نفسه 100 مرة في مؤلفاته. تتتبع مؤلفاته يصحح حديث في مؤلف، يجي بعد شوية ضعفه، بعد شوية حسنه، بعد شوية عالم متضاربة، لأنه مش ما تعلموش على مشايخ. ولا مارسوا المهنة ممارسة تجعلهم عندهم هذه الدقة في إيه؟ إدراك العلة الخفية وشذوذ الحديث ومخالفته لما هو أصح منه. دي أمور عايزة واحد عقلية موسوعية. واضح الكلام؟ وبالرغم من كده لسه ما تابش الواد ده اللي احنا رابطينه ده، برضه لسه ما تابش. لانه ليه بقى؟ مخه معوج، اشرب في قلبه حب هذا التفكير والاسلوب في التفكير. في ناس اشرب في قلوبهم العجل، الوهابيه دي بقت عجل، المذهب الوهابي ده بقى عجل في النفوس، واخد بالك ازاي؟ تيجي تحاول تكلمه اشربوا في قلوبهم هذا العجل الوهابي، وبالتالي هيموت بيه بأداء مزمن، هيموت بيه ويدخل بيه قبره. فهمت؟ لكن في ناس قابلة للشفاء، لسه ما دخلش قلبه، لسه الفكر في عقله لكن ما دخلش قلبه، ده اللي ممكن تتوبه. لكن اللي دخل الفكر في قلبه ده مش حي... ده هيموت بيه يا ابني، ما تتعبش نفسك. احنا بنكلم اللي الفكر لسه في عقله مشوشه، لكن اللي في قلبه ده كبر عليه 4 وادفنه وما تكلموش. فهمت بقى ازاي؟ واخلص، اردم عليه. فهمت؟ فاحنا بنردم على بعضهم وبنناقش بعضهم وبنهمل ايه؟ الاخرين. فهمت؟ يبقى انت لما تيجي تناقش واحد وتبين له منهم يعني، وتبين له الوضوح العلمي وتلاقيه لسه مش مقتنع، سلام عليكم بس، ما تكلموش تاني. فهمت؟ اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه.
وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الآية قايلة لك كده في النوعية اللي هي أشربته في قلبها، تعاملوا بالآية دي. إنما اللي في عقله جادلهم بالتي أحسن، تجادله وتفهمه الأحكام وبتاع وبيتوب. يا ما ناس تابت من هذا الفكر وأفاقت بعدما كانت إيه في غيبوبة الجهل. فناخد بالنا، فلا احنا يئسنا منهم كلهم ولا عندنا أمل إن الفكر ده ينتهي كليا، لا موجود لحد ما يخرجوا مع الدجال. ما النبي قايل كده، لأن اللي هيخرج مع الدجال منهم، خد بالك، من ضئد إيه هذا من يخرج مع الدجال، مش قايل كده النبي؟ فكونك انك انت تنهي الفكر خالص، لا مش هتنهيه يا استاذ، لكن لازم تثبت عواره. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، رواه البخاري. الشيخان يا ولد، شفت بقى؟ لكن كلمة رواه الشيخان دي اللي هي أعلى درجات الصحة. ما تخليش العلماء إيه اللي هم الجهابذة يعتبروا حديث إيه يعمل به، لأنه في وجود العلل الكتيرة اللي جواه. واضح؟ مروي من طريق واحد، من طريق ستنا عائشة، من طريق واحد بس، يبقى ده حديث أحد لا يجوز أن يثبت به القرآن. القرآن لابد من جموع كبيرة عن جموع كبيرة عن جموع كبيرة، ولكن ده قرآن. فهمت بقى ازاي؟ وقد تكلموا في قولها وهن مما يقرأ. العلماء اللي ما قالوش بشذوذ وقالوا ده حديث صحيح، طب نحله ازاي ده؟ فإن ظاهره بقاء التلاوة وليس كذلك. وأجيب بأن المراد قارب الوفاء، أو أن التلاوة نسخت أيضا، ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي وبعض الناس يقرأه. وقال أبو موسى الأشعري نزلت ثم رفعت. وقال مكي هذا المثال فيه المنسوخ غير متلو، والناسخ أيضا غير متلو، ولا أعلم له نظيرا. انتهى. حتى المنسوب لكلام أبو موسى الأشعري لم يثبت عنه، لأن هي إيه اللي هو بيقول لك نزلت ثم رفعت. يبقى الضرب الأول، النوع الأول اللي هو ما نسخ تلاوته وحكمه، في مناقشة كبيرة منه إنه أصلا لا، ربنا بيقول لا تبديل لكلمات الله، وما يتلى ده كلمات الله، فإزاي يبدلها؟ والنسخ تبديل، ده بيخالف نفس نص القرآن. ده القرآن نفسه بيقول لا تبديل لكلمات الله، فازاي تقول لي ان كلمات الله بتتبدل؟ يبقى ايه؟ نسخ التلاوه غير ايه، لا يجوز ان يعتقد فيه، وان كان قله من العلماء اللي قالوا كده، لكن مذهبهم هو القوي، لانه اولا يخالف صريح القران لا تبديل لكلمات الله، لا مبدل لكلماته، والقران كلام الله. يبقى ما ينفعش حاجه اسمها تتلى وتنسخ تلاوتها. واضح؟ لكن ثانيا، الاحاديث اللي وردت بتثبت قرآنية حاجات نسخت تلاوتها ليست عليها تلاوة القرآن، واحاديث جاءت من جهة احاد ولم يثبت قرآنيتها. شفت الردين؟ وبالتالي لا يوجد حاجة اسمها نسخ التلاوة، لكن في نسخ حكم، تفضل التلاوة والحكم يتغير. زي ايه؟ احبسوهم حتى يتوفون الموت، ثم يأتي تلاوة تانية والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. خدت بالك؟ التلاوة دي موجودة والتلاوة دي موجودة، والتلاوة دي نسخت التلاوة دي، وحكم ده نسخ حكم ده. ده وارد. واضح؟ الضرب الثاني، ما نسخ حكمه دون تلاوته، وده بقى كتير بقى، خد بالك ده كتير بقى. يعني التلاوة موجودة بس الحكم اتنسخ. وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة، وهو على الحقيقة قليل جدا، وإن أكثر الناس من تعداد الآيات فيه، فإن المحققين منهم القاضي، منهم كالقاضي أبي بكر بن العربي، القاضي أبي بكر المعافري المالكي ده في انفاس، بيّن ذلك وأتقنه. والذي أقوله إن الذي أورده المكثرون أقسام، قسم ليس من النسخ في شيء. ده اللي بيقولوا مين؟ الإمام السيوطي بقى، خد بالك، عايز يقول لك إيه خلاصة. إن الذي أورده المكثرون أقسام، اللي قال لك إن في نسخ كتير قوي ده أقسام، قسم ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيص ولا له بهما علاقة بوجه من الوجوه، وذلك مثل قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون وأنفقوا مما رزقناكم ونحو ذلك، قالوا إنه منسوخ بآية الزكاة.
وليس كذلك، بل هو باق. أما الأولى ومما رزقناهم ينفقون فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق، وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة وبالإنفاق على الأهل وبالإنفاق في الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة، وليس كالإعانة والإيه والإضافة، يعني استضافة الناس، يعني تنفق على الضيوف، يعني مش الإضافة اللي هي الإضافة بتاعت النحو. وليس في الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاة، والآية الثانية اللي هي وأنفقوا مما رزقناكم يصلح حملها على الزكاة، وقد فسرت بذلك. وكذا قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، قيل إنها مما نسخ بآية السيف اللي يقاتلوا الذين يمنكم من الإيه من الكفار ولجوا في غزة، قيل وليس كذلك، لأنه تعالى أحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين، ده خبر، والخبر لا يقول فيه نسخ، ازاي تقول لي نسخت؟ يعني هو كان ربنا احكم الحاكمين دلوقتي مش احكم الحاكمين؟ حاجه غريبه، حاجه واتقال الكلام ده كله. عشان كده ليس كل ما كتب في كتب المفسرين حقائق، بل في حاجات قابله للمناقشه، لكن احنا ما نحذفهاش، احنا نسيبها مكتوبه زي ما هي لانها تراث ميراث ورثناه من اجدادنا، لكن نناقشه. ما عندناش حاجة مقدسة زي الوهابية قدسوا ابن تيمية، ما عندناش احنا تقديس الأشخاص ولا تقديس الأفكار، عندنا كل شيء قابل للمناقشة، فاهم؟ لأن احنا بنعرف الايه الرجال بالحق، مش بنعرف الحق بالرجال، هم بيعرفوا الحق بالرجال. ابن تيمية قال كده يبقى حق؟ لا يا سيدي، ابن تيمية مش مقياس الحق ولا معيار الحق، ولا الشافعي معيار الحق، ولا الإمام مالك معيار الحق، ولا البخاري معيار الحق. الحق حق، وبعدين نعرف الرجال ايه بالحق، ولكن لا نعرف الحق بالرجال. واضح الحكايه دي؟ دي نقطه مهمه. وبعدين ايه قال لك ايه؟ وكذا قول اليس الله باحكم الحاكمين، قيل انها مما نسخ بايه السيف، يرضيك الكلام ده؟ قيل بقى ازاي بقى؟ وليس كذلك، لانه تعالى احكم الحاكمين ابدا لا يقبل هذا الكلام النسخ. ليه؟ لأنه ده خبر. ليه لا يقبل هذا الكلام النسخ؟ ليه؟ لأنه خبر، والخبر غير قابل للنسخ. احنا قلنا النسخ ايه؟ يتسلط على الأمر والنهي، على أفعال المكلفين، مش على صفات رب العالمين. واضح؟ وإن كان معناه الأمر بالتفويض وترك المعاقبة. وقوله في البقرة وقولوا للناس حسنا، عده بعضهم من المنسوخ بآية السيف، يعني هو آية السيف دي تخلينا ما نقولش للناس حسنى؟ حاجة غريبة. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، يقول لك لا، طالما إيه قاتلوا الذين يملكوا من الكفار كافة، واخد بالك إزاي؟ يبقى إيه؟ يبقى معناه إننا ما نقولش للناس حسنى. مين قال كده؟ أمال فين الأخلاق؟ فين أخلاق المسلمين؟ يعني إيه نسخت يعني؟ فهمت بقى ازاي؟ خد بالك ان اتقال في النسخ ده بلاوي 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 متلتله. وقوله في سوره البقره وقولوا للناس حسنا عده بعضهم من المنسوخ بآية السيف، وقد غلطه ابن الحصار بأن الآية حكاية عما أخذه على بني إسرائيل من الميثاق، فهو خبر لا نسخ فيه، وقس على ذلك. وقسم هو من قسم المخصوص، خد بالك ان ما تعلق بالاخلاق وما تعلق بالعقائد لا نسخ فيه. وقولوا للناس حسنى ده تعلق بالاخلاق والمعاملات، وكل الاديان اتفقت على حسن الاخلاق، ما فيش دين قال لك ايه خليك حسن الاخلاق وجاء الاسلام قال لك خليك سيء الاخلاق فنسخ حسن الاخلاق، ما قالش كده، بل النبي كان ايه اعلاهم خلقا، واخد بالك؟ فكل أمر تعلق بخلق حميد لا ينسخ مطلق. واضح؟ لأن الأخلاق لا تنسخ. فهمت؟ فهمت يا ولا؟ وقولوا للناس حسنا عده بعضهم من المنسوخ بآية السيف، وقد غلطه ابن الحصار بأن الآية حكاية عما أخذه على بني إسرائيل من الميثاق، فهو خبر لا نسخ فيه. وكلمة خبر دي مش كده، لا ده هو حس على مكارم الاخلاق، لان ده مش خبر، ده حس على مكارم الاخلاق، لان قولوا للناس حسنا ده امر، والامر انشاء، فازاي يبقى خبر؟ شفت حتى
ابن الحصار لما عبر عن المعنى عبر عن معنى صحيح بألفاظ خطأ. يعني هو المعنى اللي عبر عنه صحيح بس ايه خانته العبارة. فبدل ما يقول انه خبر كان ايه، بدل ما يقول انه خبر كان يقول لانه خلق حميد والاخلاق لا نسخ فيه. ادي الكلام فهمت؟ فنكتب بدل فهو خبر نقول ايه، فهو خلق حميد، فهو خلق حميد والاخلاق لا نسخ فيها. يعني ما ينفعش دين يحسك على الصدق ودين تاني يقول لك لا يجوز لك اكذب، خليك كذاب وتبقى دين بقى وتبقى من اهل الجنه، ما ينفعش. فهمت؟ فهو خلق حميد والاخلاق الحميده لا نسخ فيها. وقسم هو من قسم المخصوص لا من قسم المنسوخ، يعني كان عام وخصصوه فاعتبروني من ناسخ ومنسوخ، وده غلط، ده من قسم العام والخاص مش من قسم الناسخ والمنسوخ. وقد بالك وقد اعتنى ابن العربي بتحريري فأجادك قولي إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طب إن الإنسان لفي خسر ده عام خصصناه بالذين آمنوا، ايه دخل بقى ان ايه ان الانسان اللي في خسر نسخت بإلا الذين امنوا؟ صعبة دي، فهمت بقى ازاي؟ عشان كده ابن العربي المعافري مسك بقى الايات دي كلها ورد على العالم دي كلها. يعني خد بالك ان التراث الاسلامي هو بيحاور نفسه بنفسه، العلم مش مستنين واحد زي اسلام بحيري يجي ينقهولنا، ده هو متنقي جاهز، لان كل افكار طلع لها علماء صححوها، مش مستنين اسلام بحيري ولا ابو حملات يجي ايه ينقلنا التراث، لا لا ده احنا منقينه من قبل ما جدهم يتولد. فهمت ازاي؟ التراث الاسلامي بيجدد نفسه بنفسه، عامل زي البحر الزاخر كده، تيجي موجه تغسل موجه، كل شويه تيجي موجه تغسل موجه، وعلى طول موجود. فهمت ازاي؟ فناخد بالنا يا سيدي عشان ما تغترش بشوية ايه اللي يقولك مفكر اسلامي، خد بالك، ولازم الكاف كده تبقى مكسورة وفيها كمان همس وتكون ركيك، مفكر اسلامي، واخد بالك. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا والشعراء يتبعهم الغاوون الا الذين امنوا اعتبرها نسخ ومنسوخ. هذا اسمه كلام الشعراء اللي بيقول الشعر الفاسد هم دول اللي يتبعهم الغاوون، ثم استثنى منهم ايه المؤمنين. يبقى الاستثناء معيار العموم مش معيار ايه، مش معيار النسخ، الاستثناء معيار العموم وليس معيارا للنسخ. فهمت؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وغير ذلك من الآيات التي خصت باستثناء أو غاية، وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ. فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامر، هذه الايه الامر بالعفو والصفح، هو من مكارم الاخلاق ولا من مكارم، مش من مكارم الاخلاق، من مكارم الاخلاق، يبقى مكارم الاخلاق لا تنسخ. واضح؟ طيب. كلام جميل ما شاء الله. ومنه قول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قيل انه نسخ بقول والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، وانما هو مخصوص به وليس منسوخ به. وقسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو في شرائع من قبلنا أو في أول الإسلام ولم ينزل في القرآن، كإبطال نكاح نساء الآباء ومشروعية القصص والدية وحصر الطلاق في الثلاث، وهذا إدخاله في قسم الناس القريب. يعني كان في طلاق في الجاهلية، كان في طلاق في الجاهلية بس إلى غير عدد، يطلقها 100 مرة ويردها 100 مرة، جاء الإسلام خلاها 3 مرات بس عشان ما يفضلش يلعب بيها، ويزرعك المعلقة. وهذا إدخاله في قسم الناس القريب، ولكن عدم إدخاله أقرب، وهو الذي رجحه مكي وغيره، ووجهوا بأن ذلك لو عد في الناسخ لعد جميع القرآن منه، إذ كله أو أكثره رافع لما كان عليه الكفار وأهل الكتاب. قال وإنما حق الناسخ والمنسوخ أن يكون آية نسخت آية، انتهى. نعم النوع الأخير منه وهو رافع ما كان في أول الإسلام إدخاله أوجه من القسمين قبله. ونقف عند هذا الحد ونناقش باقي المواضيع غدا إن شاء الله.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.